هاي. من أكثر من 125 سنة حصل الأمريكي ويتكومب إل جوتسون ب 29 آب 1893 على براءة اختراع السحاب بشكله القريب للصورة المعاصرة. قبله حصل إلايس هاوي سنة 1851 على براءة اختراع إفل لتياب، وهو انعرف باختراعه لمكنة الخياطة. وبعدها طور المهندس السويدي الأمريكي جيديون ساندباك السحابات بشكل الحالي سنة 1913. استعملت كلمة زيبر للمرة الأولى بعشرينات القرن الماضي، وتم تسجيلها كبراءة اختراع للأحذية المصنوعة من الكاوتشوك والقماش. بدأ استعمال كلمة زيب المختصرة سنة 1925، والمقصود منها تقليد الصوت يلي بيصدره أي شيء عم بيتحرك بسرعة مثل البرغشة أو الرصاصة. صناعة السحابات عالمياً بتحقق مردود سنوي بيوصل ل 13 مليار دولار. مين قال إنه حوالي 50% من السحابات بالعالم مصنوعين يا أما بالصين يا أما باليابان؟ أنا قال. شوفكم بكره.